السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. طبعا اليوم احنا في احد المشاريع بعد عملية طبعا تركيب السليفات في الطابق الارضي والطابق الاول وايضا في الطابق الثاني. احنا اليوم في مرحلة طبعا راح نعلم نعمل مارك تعليم لفتحات مرور الدكت وايضا للكهربائي والبايب فيتر مقاول الصحية أيضا لمصارف الماء للمكيفات، وأيضا راح نعلم طبعا أماكن تكسير الجدران حتى المقاول يقصها طبعا، وعملية توصيل الإكستنشن أو الوصلة ما بين الطوابق بالنسبة للسليفات بايبات الغاز. تابعوا معنا.